بيبقى تصميم الفني، بختار من تصميم فني، تذوق فني، اجهر فني. التصميم الفني قلنا ليه مساحة بتحاسب عليها، ليه كلمة بتحاسب عليها، العناصر اللي بقى ليها علاقة بالموضوع. يعني موضوع عن نهر النيل، هو كاتب حافظه على ايه؟ محافظة على النيل. لازم الموضوع، لازم العناصر تبقى ليها علاقة بالموضوع. باخد جزء من تصميم من التعبير الفني اللي انا رسمته فوق وارسمه، باخد عناصر رمزية ليها علاقة بالموضوع، عناصر رمزية. يعني انا دلوقتي باخد نهر النيل، باخد مثلا نخلة، نهر النيل في مركب، بس واكتب الكلمة تمام كده. ابدأ الون كويس، لا بلون الالوان تبقى ليها علاقة بالموضوع. بعد كده التذوق الفني، قلنا التذوق الفني سؤال دوت بنسبة كبيرة جدا بيجي بالقلم والرصاص فقط، بتاخد قلم رصاص بس، ما بدمونش فيه تماما اي حاجة. بقرا السؤال كويس، بشوف طالب مني اطار ولا لا، طالب مني اقبل الرسمة ولا لا. الرسمة اللي قدامنا دي كده امامك شكل غير مكتمل، قم بتكملته. بس ايه هو عبارة عن، كان عبارة عن دايرة صغيرة ودايرة كبيرة. انا شايفة ايه؟ انت زي ما انت شايفه، انا شفته دكدوب، كملته على السنه دكدوب. انت شايفه ورده مثلا، ورده قلبها صغير، دايره صغيره حواليها دوائر كبيره، تمام زي ما انت شايفه هتكمله. وبعد كده بنقله في ورقه الاجابه، مش محتاجين نكبره، لانه ما طلبش منك تكبره، ما طلبش منك اطار، ما طلبش منك خلفيه. طب الاشغال الفنيه هو سؤال بتاع القص واللزق، احنا اتدربنا عليه في الحصه. طيب بعمل فيه ايه بقى؟ بجهز معايا قص ولازم اتقطع واخليه معايا، واخد معايا برده قص ولازم مش متقطع، ممنوع ان اجيب معانا مقص تماما للامتحان. بخلي السؤال ده في الاخر انه بياخد وقت شويه، برسم المركب وبعد كده ببدا اوزع فيها شغل بالقص واللزق خلاص. وبقيه الرسمه كلها بتبقى بالالوان عادي، بالالوان عادي خالص، هي بس بختار عنصر واحد بحط فيه القص واللزق. بخلي بختار سؤال من ثلاثه، السؤالين من الثلاثه بركز فيهم جدا، والسؤال الثالث ده بخليه للاخر. ويا ريت ما يعني على قد ما تقدروا ركزوا في الاسئله اللي انتوا اخترتوها. وبالتوفيق ان شاء الله.